معاكم مشاهدينا متابعينا، اولا كابتن سامح برحب بيك. ثانيا النهارده دوري ضايل الموسم الجديد، استعداد الحرس للموسم الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الحمد لله عدنا للدوري الممتاز مره اخرى، يمكن بعد سنه بس في دوري المحترفين، ما طولناش كتير. لا الحمد لله الفريق السنه دي ان شاء الله شكل مختلف، في تدعيم كبير من مجلس الاداره برئاسه اللي هو اركان حرب محمد جحوش رئيس مجلس الاداره، وجود الكابتن محمد يوسف مدير الفني، والعميد عمرو خليل مدير الكوره، بأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي. الناس شغاله بشكل كويس جدا، عملنا صفقات بشكل كويس جدا جدا، تدعيم غير طبيعي من مجلس الإدارة. بنحاول إن شاء الله السنة دي يبقى الشكل مختلف تماما لفريق حرس الحدود عن اللي فات. عايزين نرجع أمجاد حرس الحدود، بطولات حرس الحدود اللي الناس تعودت عليها، 2 كاس و1 سوبر. لا الشكل هيبقى مختلف، الاداء هيبقى مختلف. مش داخلين الدوري السنه دي ان احنا مجرد تمثيل مشرف ان احنا نقعد في الدوري، لا لا، ان السنه دي ان شاء الله الناس هتشوف شكل حرس الحدود مع الكبار زي ما بيقولوا. ان احنا اتعودنا على كده، النادي عندنا حرس الحدود هو دايما من الكبار، ولعبنا قبل كده افريقيا بطولات، فان شاء الله السنه دي الناس هتشوف شكل مختلف تماما عن اللي فات ان شاء الله. كابتن محمود الشيخ، اولا برحب بيك. ثانيا النهارده يعني حدث استثنائي في موسم استثنائي، موسم 24-25، رؤيتك شايفه ازاي في البدايه؟ اولا برحب بيك وبقناه الشمس واستاذ عبد الناصر زيدان. زي ما انت قلت، موسم استثنائي، وموسم كان لازم يحصل من 3-4 سنين فاتوا، كان لازم يكون في موسم استثنائي في الكره المصريه. الكره المصريه بتعاني بقالها 3-4 سنين، المنتخبات كلها من اول المنتخب الوطني للمنتخب الاولمبي للمنتخبات الناشئين اتاثرت بالضغط، التلاحم المواسم، مشاركات الانديه المصريه في البطولات الافريقيه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. فكان لازم يكون في موسم استثنائي، كان في اقتراحات كتير للموسم الاستثنائي، يبقى من مجموعه، يبقى من مجموعتين، يبقى من دور واحد، يبقى من دورين، لكن في النهايه الرابطه استقرت واتحاد الكوره استقر بالشكل الجديد اللي احنا هنشوفه السنه دي. انا شايف ان ده افضل، يعني افضل شكل ممكن يتلعب بيه الدوري السنه دي، علشان خلاص من السنه الجايه ان شاء الله المسابقات تبدا تنتظم زي كل العالم، تبدا في شهر 5 أو 6 أو حتى 7. احنا لحد النهارده بنتكلم في 17/10 18/10 أو 19/10 تقريبا، يعني لحد النهارده لسه بنعمل قرعه الدوري الممتاز. كل دول العالم بدات تلعب فيها 6-7 أسابيع، فاحنا عندنا شكل الدوري ونظام البطوله متاخر قوي. فاتمنى ان السنه دي ان شاء الله تكون نقله نوعيه لمستقبل الدوري في السنين اللي جايه ان شاء الله. محمد الاسيوطي، الناقد الرياضي.
ان شاء الله بالتوفيق. كرة عطال انتظارها، الحمد لله حصلت. يعني كنا في حاجة للموسم الاستثنائي دوت، وغالبا هيكون اللي بعده نظرا للأحداث اللي حصلت من دوري كورونا لحد دلوقتي. فحصل موسم الانقاذ وموضوع الشركة الألمانية اللي الناس عارفاه والمشاكل اللي حصلت. فالنهاردة جايين نحضر قرعة الدوري الجديد بشكله الجديد الاستثنائي، فبنتمنى التوفيق إن شاء الله للكرة المصرية. يعني شايفين توقيت متأخر جدا عن باقي الدوريات، الدوريات كلها شغالة، يعني شايف إزاي؟ تأخير طبيعي نظرا للعند اللي حصل من دوري كورونا لحد دلوقتي. كام واحد اقترح ايام دوري كورونا ان احنا بحاجة لموسم استثنائي، احنا بحاجة لان الفرق اللي بتلعب افريقيا تتحدد مشاركاتها، احنا بحاجة لان احنا نمشي مع الخريطة الدولية ونتوقف مع الخريطة الدولية، وكذلك نتلافى مشاكل الاتحاد الافريقي وتأخيره في ارسال الرزمانة اللي هي بتعمل اصلا اساس المشكلة. لما الدنيا قفلت خالص اضطرينا نعمل كده، لكن الموضوع ده متأخر وكان المفروض يتعمل من سنتين ثلاثة من ساعة دوري كورونا اللي زي ما أشرت مع حضرتك كنا في حاجة لان احنا نفعله يعني للموسم الاستثنائي ده. كابتن عاطف حنفي مدير الكرة بفرقة، اولا برحب بيك النهاردة. القرعة تأخرت شوية ولكن يعني بنقول بداية موفقة لموسم جديد لفرقه في الدوري الممتاز. يعني شايف اليوم النهاردة ازاي ورؤيتك لفرق السنة دي واستعدادكم لموسم استثنائي؟ هو موسم استثنائي وان شاء الله القرعة، اتمنى ان يعني احنا كان معادنا الساعة 3، بقت الساعة 3:30 دلوقتي، لكن هو موسم استثنائي على كل الفرق. احنا امورنا الحمد لله كويسة، التيم بتاعنا زي ما هو، حافظنا على القوام الاساسي بتاع التيم، الجهاز الفني والاداري والطبي زي ما هو موجود. اعتقد ان احنا امورنا كويسه، عاملين موسم، نهينا الموسم بشكل جيد السنه اللي فاتت رغم الظروف الصعبه اللي احنا اتحطينا فيها والضغوط العصبيه اللي كانت على الولاد، لكن اللعيبه الحمد لله يعني موجودين كلهم، مفيش حد اتحرك من عندنا غير يمكن اللعيبه اللي انتهت عوده، عمرو جمال يمكن عادوا انتيسو كاري ورزقي، انما بقيت قوام التيم موجود. يمكن حصل عندنا اضافتين، واضافتين مهمين جدا، عندنا زهير المترجي هيبقى موجود معانا اللاعب الوداد المغربي، وانوك موجود معانا لعيب من اللي كان بيلعب في بلدية محل السنة اللي فاتت موجود معانا. امورنا الحمد لله كويسة ومستقرة، نتمنى نعمل موسم كويس. كابتن إيهاب جابر اولا برحب بيك، ثانيا القرعه النهارده موسم استثنائي، يعني شفت القرعه النهارده بصراحه يعني قرعه منظمه، القرعه ما فيهاش يعني ان احنا بنسحب بقى، والقرعه كومبيوترايز يعني الموضوع كله سهل. اعتقد ان الماتشات كلها متوازنه، ما فيش فرقه ضعيفه ما فيش فرقه قويه، لكن كل اقدر اقوله لك ان الاتحاد السكندري برئاسه الاستاذ محمد مصلح الحقيقه عمل يعني سكواد هايل. الاتحاد السكندري ان شاء الله يكون من الفرق اللي بتنافس. وضع الاتحاد السكندري بالاستقرار الاداري والاستقرار الفني مع مدير فني محترم، ليه تجارب قبل كده في مصر، تجارب كانت ناجحه. اعتقد ان بابا فاسيليو مع الفترات اللي عملها، مع فترات الاعداد الكويسه، مع المعسكرات اللي كانت قبل انطلاق المسابقه، ان شاء الله هيبقى الاتحاد في حته تانية خالص. واعتقد ان القرعه يعني عادله، لان ما فيش حد بيشتكي من القرعه، وانما كل الفرق قويه، كل الفرق هتنافس، كل الفرق هيبقى في تصارع على 9 اللي فوق وفي تصارع على 9 اللي تحت. اعتقد ان الاتحاد السكندري السنه دي هيبقى ليه شكل مختلف عن الموسم السابق، على اساس ان احنا كمان في الدور الاولاني كان الاتحاد متصدر الدوري السنه اللي فاتت، فترات كبيره جدا كان متصدر، يمكن تعثر في الدور الثاني، وده بيدينا دفع ان شاء الله ان الاتحاد السكندري باللعيبه المحترمه اللي جت مع الجهاز الفني المحترم مع الاداره المحترمه، اعتقد دي كلها مقاومات النجاح اللي تخلي الاتحاد في حته ثانيه. كابتن عاصم صلاح مدرب مساعد نادي البنك الاهلي، اولا برحب بيك، شفت القرعه النهارده ازاي سواء كان دوري عام او كاس رابطه؟ طبعا النظام الجديد صعب على كل الفرق، تقريبا النظام الجديد نظام
الدور الواحد ده يعني بيبقى صعب لان هو يعتبر كاس مش دوري، انت بتلعب فرقه من دور واحد يعني مش 3 بونت 6 بونت، الفرقه مش هترجع لها تاني عشان تعوض زي نظام الدوري القديم. اما القرعه طبعا النظام انا بشيد بالنظام والسيستم النهارده، لكن القرعه طبعا شويه لينا احنا صعبه جدا جدا جدا. انا شايف الموضوع صعب، وموضوع بالنسبه للبنك الاهلي ان انا بقابل كل المواجهات الصعبه تقريبا الاول 6 مباريات، بدايه الزمالك، ثالث ماتش بيراميدز، رابع ماتش الاهلي، خامس ماتش سيراميكا، فانا فيوتشر. فطبعا ان شاء الله احنا مركزين وان شاء الله نعمل نتائج كويسه وربنا سهل، بس القرعه طبعا النظام صعب، الدوري على المواجهات الاولى ليك صعبه جدا، فان شاء الله ربنا يكرم ويوفق ان شاء الله. كابتن مشهور، اولا برحب بيك مدير اداري زد، موسم كبير الموسم اللي فات، النهارده قرعه موسم 24-25 موسم استثنائي، شفتها النهارده؟ والله الموسم الاستثنائي ده لازم يتعمل عشان خاطر تعديل مسار للكره المصريه، والنهارده القرعه يعني معموله بشكل مبسط سهل للانديه كلها، وفي نفس الوقت البدايه باذن الله هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. بدايه المواجهات شايفها ازاي؟ ويعني كبدايه جدول ووسط جدول ونهايه جدول، الماتشات كلها صعبه، مفيش ماتش سهل، واللي لجميع الانديه والفرق الماتشات كلها مش سهله، لان انت عندك هيبقى اقوى دوري دور اول لجميع الانديه، لان هو يعتبر منافسه للتسع الاوائل، فالبونت هيبقى ليه ثمن. كاس الرابطه وقرعه كاس الرابطه بالنسبه لزد شفتها ازاي؟ القرعه بالنسبه لنا لكاس الرابطه احنا ان شاء الله مركزين، بطوله يعني مهمه برضو، وان شاء الله باذن الله يبقى لينا نصيب فيها باذن الله ان شاء الله. يعني نشوف زد في المربع الذهبي بالنسبه لكاس القرعه، بالنسبه لمنافسه قويه للدوري الموسم اللي فات، يعني اكيد الناس تعودت على زد في المنافسات. احنا والله احنا في الخطوه الاولى ان احنا نبقى من المركز التسعة الاولى، ودي اهم نقطه عشان نبدا ندور على المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله. كابتن طه السيد المدير الاداري لغزل المحله، يعني ارجنتين مصر اكيد هو مش موسم استثنائي بالنسبه لغزل المحله، لان دوري المحترفين جايين من دوري المحترفين، فاكيد في هات وخد مع قرعه الدوري شفتها النهارده ازاي؟ هو حضرتك القرعه بدايه حاجه مشرفه، حاجه جميله بصراحه، وحاجه تليق بالكره المصريه، وحاجه تليق ان احنا نحط رجلينا على اول الطريق الصح عشان نبني منظومه صح. انا بتكلم حضرتك بامانه، يعني قرعه انا مش قادر اقول لك انها ظلمتني، ما ينفعش، لان الكمبيوترايزد قدام عيني بتحصل، مفيش اي مشكله فيها. اتظلمت في جزئيه الرابطه، بس مش هقول ظلم برضو، هو كمبيوترايزد انا ما اقدرش اتكلم، بس هي قرعه حاجه مبشره، وبتمنى ان على اللي جاي نبني على ده اصلاح باقي المنظومه، مش اصلاح، لا، المنظومه تمشي على نفس الجوده اللي شفناها في القرعه مش اكتر، دي حاجه. بس هو فيديو صغير في القرعه، معلش، هو حضرتك انا جاي عشان اعرف مواعيد، انا ما اعرفش غير دلوقتي مواعيد، انت عارف مواعيد هلعب امتى؟ بس انا جاي عايز اعرف العب امتى، مدير الفني عايز يعرف النهارده هلعب امتى عشان اعمل حمل التدريب بتاعي، ادي اجازات امتى، كل ده مش واضح. انا بكلم دي الحاجه الوحيده اللي يعني بس. كابتن معتصم سالم، مساعد مدير الرياضي بنادي بيراميدز ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، اولا برحب بيك. قرعه استثنائيه بدوري استثنائي، طموحات كبيره لبيراميدز، رايك في بدايه المواجهات بالنسبه لبيراميدز ده بالنسبه للدوري؟ والله بدايات الدوري بتبقى مقلقه شويه، بتلعب مع بتروجيت، فريق صاعد جديد للدوري الممتاز، ليه قبل كده طبعا صولات وجولات في الدوري الممتاز لانه نزل بقاله فتره، لكن قدر يصعد السنه دي وعامل تيم كويس، ونادي بتروجيت من الانديه القويه جدا اللي بيعرف يلم الفرقه بتاعته، وبيعرف عايز يقعد في الدوري، او هدفه السنه دي اكيد يقعد في الدوري، فاكيد بيبقى مركز من اول اسبوع. الماتشات مش سهله، مفيش ماتش سهل، يعني نظام الدوري الجديد هو موسم استثنائي. طبعا. بس بالنسبه للقرعه كاس الرابطه، لا، هو كاس الرابطه احنا معانا اتحاد سكندري ونادي الاسماعيلي ونادي حرس الحدود،
هي قرعه زي ما انت بتقول هو موسم استثنائي. يعني لو هتكلم على الدوري الممتاز، الرابطه احنا متعودين على الرابطه بقى لنا 3 سنين دلوقتي، انا شايفها بطوله ناجحه جدا وبطوله قويه جدا. ومن اهم الحاجات اللي حصلت في السنوات الاخيره هي كاس الرابطه. مش عايز اعدي كاس السوبر، ورايك في كاس السوبر السنه دي وبيراميدز في المنافسه القويه؟ لا طبعا ده كاس السوبر، بص في 4 فرق اقوياء جدا موجودين في الامارات، الاربع فرق مصنفين ان هم ياخدوا كاس. يعني ما تقدرش تقول فرقه كلها جاهزه وفرقه كلها عامله صفقات ومستعده للموسم الجديد والكاس والكاس السوبر. هذه كانت مراسم فعاليات قرعة دوري نايل لموسم 2024-2025، موسم استثنائي على جميع الأصعدة. محمود سلامة الكواش لبرنامج ملعب الشمس، والعودة إليك زميلي الإعلامي الكبير عبد الناصر زيدان واستوديو ملعب الشمس.